هلا مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ومرفت المليجي، إليك مرفت. شكرا يوسف، شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. عقد وزير البترول طارق الملا اجتماعا مع وفد لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بهدف التنسيق للجهود بشأن الإعداد لمشاركة قطاع البترول والغاز في يوم خفض الانبعاثات الكربونية الذي سيتم تنظيمه في قمة المناخ كوب 27 العالمية، والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل. هذا وأكد وزير البترول أن مصر هي أول دولة تعمل على إتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز وشركاتها العالمية في مؤتمر قمة المناخ لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئي وخفض الانبعاثات من أنشطة هذه الصناعة باستخدام أحدث التكنولوجيات. أشاد وزير العمل في سلطنة عمان محاد بن سعيد بعوين بالتجربة المصرية في إجراء المسابقات المركزية للتوظيف في الجهاز الإداري للدولة. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات الإدارة العربية لخدمة قضايا الخدمة المدنية والشعوب العربية. كما تناول اللقاء أهمية نظم التقييم الإلكترونية للموارد البشرية للتأكيد من تطبيق أو مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة في اختيار الداخلين للأجهزة الحكومية في الدول، هذا إلى جانب اختيار أفضل الكفاءات التي تلبي تطور حاجة العمل في المؤسسات الحكومية. أكد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية قد بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى زهره سابق عصره وعهده في السوق العالمية. وأشار الأنصاري إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بقطاع الزراعة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج. المزيد نتابعه مع حضراتكم في التقرير التالي. فرحة عارمة تشهدها محافظة الفيوم مع بدء جني القطن وعودة الذهب الأبيض من جديد إلى الريف المصري ليرسم البهجة على وجوه الفلاحين. فمع بدء الموسم تفقد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري أعمال جني القطن بالمحافظة خلال زيارته لأحد الحقول الاسترشادية للقطن بقرية منشأة رحمي التابعة لمركز إتصا للتعرف على نوعية وحجم الإنتاج ومشاركة الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جني المحصول. شايف المنتج الحمد لله إيجابي، يعني كان في فرصة أن أنا أتكلم معهم بشكل مباشر إيه التحديات اللي شايفينها. كان في بعض شكوى من ضعف المياه في بعض الأماكن، إن شاء الله أنا يعني هنقف على حلها فورا، ولكن إحنا لو بنتكلم تحديدا على محصول القطن وأهميته التاريخية لمصر وقد إيه القيادة السياسية معنية جدا بعودة القطن المصري إلى مكانته العالمية اللي موجودة، في يعني تعاون من كل أجهزة المحافظة وأجهزة الدولة والوزارات المعنية إن إحنا يبقى في يعني تسويق للقطن بشكل سليم، منع الممارسات الاحتكارية، التصدي بكل حسم مع أي ممارسات سلبية ضد المزارع. المحافظ أكد أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية قد بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى زهوه وسابق عهده في السوق العالمية. وأشار إلى أن التجربة الجديدة لتسويق الأقطان التي تم تطبيقها تهدف إلى تطوير نظام التداول الحالي وحصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وذلك من خلال عدد من الضوابط الفنية والإدارية. بزرع كل سنة من 60 ل70 فدان، الحمد لله السنة دي 60 فدان، صنف جيزة 95، والحمد لله المؤشرات كويسة،
يعني الانتاجيه برغم الظروف المناخيه اللي اثرت شويه، الانتاجيه قد تصل متوسط عام عندي من 8.5 ل 9. الدوله والقياده السياسيه معنيه بمحصول القطن وحريصه كل الحرص على تشجيع المواطنين للتوسع في زراعته خلال الاعوام القادمه باعتباره محصولا استراتيجيا هاما كالقمح، وذلك من خلال توفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور المعتمدة التي تعطي إنتاجية عالية وجودة في تيلة القطن والأسمدة وتسويق المحصول بأسعار مجزية. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعية محلية وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1,400,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 686,821,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند 10,010 نقاط وأغلق عند 9,955 نقطة منخفضا بنسبة 55%. كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي فتح عند 2,198 نقطة وأغلق عند 2,188 نقطة منخفضا بنسبة 43%. انخفاضات طالت أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي فتح عند 3,140 نقطة وأغلق عند 3,122 نقطة منخفضا بنسبة 57%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19.43 جنيها للشراء و 19.53 جنيها للبيع، اليورو 19.24 جنيها للشراء و 19.35 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22.03 جنيها للشراء و 22.16 جنيها للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.28 جنيها للشراء و 5.31 جنيها للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5.16 جنيها للشراء و 5.19 جنيها للبيع. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة والتي ارتفعت فيها أسعار الذهب عالميا ليصل إلى 1,670 دولارا و57 سنتا للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 967 جنيها، عيار 21,127 جنيها، عيار 24 سجل 1,289 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 9,016 جنيها. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية إلى نطاق 3.25%. وألمح البنك الأمريكي إلى اتجاه إلى المزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام في أسعار الفائدة، وذلك ضمن توقعات جديدة تظهر استهداف رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40%، وذلك بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60% في عام 2023 بهدف كبح التضخم. قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الأخير، وذلك يأتي حينما زادت المصافي من عمليات المعالجة لإعادة بناء المخزونات المنخفضة من المنتجات. وقد ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1,100,000 برميل في الأسبوع والذي انتهى في 16 سبتمبر إلى 430,800,000 برميل، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في مسح تم إجراؤه بارتفاع قدره 1,200,000 برميل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سحب آخر الكميات من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى 6,900,000 برميل. نهاية أخبار الاقتصاد.